أهلا بكم مشاهدينا، إنها الساعة 60، برنامج إخباري خاص ومتنوع وبإيقاع سريع ومختلف جدا. نحلل الأحداث بأبعادها وبعمق، وبين العاجل والمهم نضع أمامكم الأهم والصورة الكاملة. البداية من العناوين: الاتفاق النووي، سرية أقرب للتستر، إيران تتحدث بلغة منتصر، والكونغرس يلوح بقانون إنارة. حلمت بروسيا الكبرى فقتلت في قلب موسكو دوغينا، الفكرة التي قد تفتح باب جحيم أوكراني جديد. وفي ملفات الساعة 60، الأفغان يشدون الأحزمة على بطون خاوية، وطالبان تزيد الطين بلة، تتفاوض على ملئها بمطلوبين دوليين. سيول السودان، حين اجتمعت الظروف على ضعاف الحيلة وعبثت الأيادي الخطأ ببوابات السدود. الحقيقة الوحيدة المحسومة في ملف المفاوضات النووية مع إيران هي لا شيء محسوم بعد، حتى وإن كانت الرغبة هي الاتفاق. خرج ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا في المفاوضات ليقول إن المفاوضات قد تطول، لأن أمريكا لم تقدم إجابة بنعم أو لا حول آخر المقترحات. حتى بيان البيت الأبيض عن موقف الإدارة جاء ضبابياً: بايدن سيقر الاتفاق إن كان يخدم مصلحة الأمن القومي الأمريكي، ومن أفضل من إيران ليناور وسط هذا كله؟ امتصت تنازلها عن مطلب رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، وأكدت أنه لم يكن شرطا مسبقا، لكن وزير خارجيتها أكد في الوقت ذاته أنها لن تقبل بقاء الاتهامات الواهية من وكالة الطاقة، في إشارة للمواقع المشكوك في احتوائها أنشطة نووية، وسنعود إليها بعد قليل. عموما، ستبقى التحذيرات والإشارات قائمة حتى لحظة التوقيع، التي تنبأت بعض المصادر بأنها قد تكون في 5 سبتمبر، أولها من تل أبيب، التي يصر فيها رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع على أن توقيع الاتفاق سيكون كارثة استراتيجية، والثانية من أوروبا. فهناك من يرى بحسب موقع بوليتيكو أن الاتفاق سيكون مهربا لروسيا من العقوبات الغربية المتعلقة بأوكرانيا، لكن كل هذا لن يغير موقف الكونغرس، وخاصة الجمهوريين فيه، الذين يتمسكون بمراجعة أي اتفاق بموجب قانون إنارة. وهنا يبدأ جدل جديد: هل ما سيوقع هو اتفاق جديد يدخل تحت طائلة إنارة، أم أنه الاتفاق القديم فقط في حلة جديدة؟ حسين الطود. يلقى مسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعودة إلى الاتفاقية النووية مع إيران معارضة متزايدة في الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين وحتى من الديمقراطيين. بعض النواب الجمهوريين مثل بات فالون تعهدوا بعد إعلان الرد الأمريكي على المقترح الأوروبي بأن يستخدموا كل أداة ممكنة لتفكيك الاتفاق، وكان كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول طالب الرئيس بايدن بتقديم إحاطة حول نتائج المفاوضات النووية التزاما بقانون مراجعة الاتفاق النووي. لكن الرئيس يمكنه أن يوقع الاتفاقية من دون العودة إلى الكونغرس، طالما أنها ليست معاهدة تتطلب تصديق مجلس الشيوخ، وهو ما يطالب به الجمهوريون، وعندها سيتمكنون من استخدام إجراء التعطيل الذي يتطلب 60 صوتاً لتخطيه لعرقلة الاتفاقية. إذن المعلومات شحيحة والردود محاطة بكثير من السرية، ولا نعلم ما إذا كان يمكن الاعتماد على التسريبات الإعلامية الأمريكية. في النهاية لم ترد إيران بنعم أو لا على المقترح الأوروبي، وبالتالي لم تفعل أيضا الولايات المتحدة، لكن يبدو أن فيينا تنتظر جولة مفاوضات جديدة، اجتماع بحسب جوزيب بوريل مناسب جدا لطهران، حتى وإن عكست مواقف مسؤوليها
التناقض. فالاجتماع الذي تحدث عنه بوريل قد يشهد توقيع الاتفاق لا التفاوض بحسب وزير الخارجية الإيراني، وهو من أكد أيضا في 15 أغسطس موافقة واشنطن شفهيا على اقتراحين لإيران من أصل 3: الضمانات، العقوبات، وأيضا التفتيش، وبمعنى آخر اليورانيوم السري الذي تنفي طهران وجوده. ما رشح من تصريحات يشير إلى أنه هو العقدة الآن. تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواقع 3 غير المعلنة. على إيران أن تلبي مطالب تفتيشها قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بافتراض أنه إذا تعاونت طهران فإن الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في المحادثات ستحث مجلس الدول الأعضاء في الوكالة الدولية على إغلاق التحقيق، فيما تشترط إيران أن يغلق التحقيق المبني على حد وصفها على اتهامات واهية أولا قبل توقيع الاتفاق. فهي قدمت إجابات واضحة بهذا الخصوص غير المقنعة بالنسبة للوكالة. ربما يحمل الإصرار الإيراني على حجب المواقع دلالات كثيرة لا تتعلق فقط بفترة تعثر الاتفاق منذ 2018 والانتهاكات النووية الإيرانية منذ ذلك الحين. العثور على أثار اليورانيوم المخصب مؤشرا على أن طهران تملك مواد نووية مرتبطة بأنشطة قديمة ولا يعرف مصيرها، وفيما تجاوز اتفاق 2015 بشكل فعلي ما تعتقد الوكالة الدولية والاستخبارات الأمريكية كذلك أنه برنامجا منسقا للأسلحة النووية أوقفته إيران في 2003، بهذه المواقع قد تقلب المعادلة رأسا على عقب. اتضاح حقيقتها يجعل من التفاوض وأي اتفاق سابق ومحتمل خدعة إيرانية كبرى. إيران obtained IAEA documents, International Atomic Energy Agency, and used them to systematically and intentionally lie to the weapon to the inspectors to conceal its nuclear program. Unfortunately, the Zionists are spreading a lot of lies. Spreading lies? Come on. I'm holding right here the proof of your lies in my hands. Hundreds of pages marked with the stamp of Iran's Ministry of Intelligence. Like this one, written by then Defense Minister Fakhrizadeh. He writes, sooner or later, they, referring to the Atomic Agency, they will ask us and we'll need to have a comprehensive cover story for them. جلبة النووي وماراثون الأخذ والرد، الشروط والضمانات لا تلغي حقيقة أن الاتفاق ميت. وكان هذا رأي براين هوك المبعوث الأمريكي السابق لإيران في مارس، ترجمه خلفه روبرت مالي قبل أيام كمن يضع ساعة رملية على طاولة فيينا، عيارها أسابيع ونهايتها امتلاك إيران مواد انشطارية لصنع قنبلة نووية. وبين التصريحات والتحركات الأمريكية الأوروبية الإيرانية والأهم الإسرائيلية حقيقة واحدة: إيران نووية بكل الأحوال. تفرض شروطها بخطوطها الحمر أو لا صفقة، وترجمة لا صفقة هي تسريع تصنيع السلاح النووي بدون مراقبة، أي بالوضع القائم، واستمرار حجب جميع منشآتها عن الإشراف والتدقيق الدوليين. اتفاق أن يعني أن تغدق الأموال على إيران برفع العقوبات وفك جزء على الأقل من أموالها المجمدة مقابل تجميد أنشطتها النووية فقط ولفترة محدودة. تسريبات موقع أكسيوس تشير إلى عام 2031، لكن لا شيء مؤكد بعد، ونحن نتحدث عن صلاحية 3 سنوات فقط حتى الآن. فترة ذهبية، زمن الحرب الأوكرانية الذي دفع مجددا بالموقف الأوروبي نحو اللين وهو الآخر، كي لا نقل التساهل مقابل عودة النفط الإيراني للأسواق. 50 مليون برميل من النفط في الأشهر 6 الأولى من الاتفاق. ضمنت أوروبا حصة منها بتصريح واضح من جواد أوجي وزير النفط الإيراني، وبذلك يتحقق أيضا هدف أمريكي تكتيكي يصب بما توحيه إدارة بايدن لجهة المرتبة المختلفة من العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين بسبب الحرب الأوكرانية.
ورياح تجري بما لا تشتهيه تل أبيب، وما سلمت به واشنطن وأوروبا ترفضه إسرائيل صاحبة الخطوط الحمر هي الأخرى، والإنذار الواضح بأنها ستتحرك أحادياً ضد المفاعلات النووية الإيرانية إذا بقيت خارج المراقبة الدولية الدقيقة. والكلام لوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس. السؤال هو، هل ستستطيع إدارة بايدن تجاهل إسرائيل وموقفها على عتبة الانتخابات النصفية وفي خضم الغضب والاحتجاج الإسرائيليين لدى الإدارة والكونغرس؟ أم أنها قدمت إلى إسرائيل ضمانات أمنية لترغيبها بعدم عرقلة الاتفاق؟ قد يكون إيال هولاتا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي حصل على هذه الضمانات بالفعل من نظيره الأمريكي جاك سوليفان خلال لقائهما قبل أيام. لكن في الأثناء يبدو أن إسرائيل ستبقي على سياسة الألف جرحى، الضربات المجهولة، الاغتيالات، التخريب، ولن يقيدها أي اتفاق مع إيران، وهي غير ملزمة بحسب تأكيدات رئيس وزرائها يائير لابيد لبايدن، شولتز وماكرون أيضا. هل يعني ذلك أنها لا تريد الاتفاق النووي؟ لا، بل هي تحتاجه، وإن وصفته بالسيء. لماذا؟ يأخذنا شق الإجابة الأول إلى بني غانتس وتأكيداته على ضرورة استعداد إسرائيل لشن عملية عسكرية. الاستعداد الشق الثاني يعني الجاهزية التي لا تمتلكها تل أبيب حالياً، وأيضاً لن تمتلكها قبل 3 سنوات، وهذه تقديرات إسرائيلية بالمناسبة. فهل تتزامن الجهوزية مع تاريخ انتهاء الاتفاق النووي 2025 من باب الصدفة؟ ربما. بالطبع إسرائيل اليوم لديها القدرة على الاستهداف كما ذكرنا بسياسة الألف جرح، لديها كل الأدوات، التجسس التقليدي وصور الأقمار الصناعية لجمع البيانات، وأيضا هي نفضت الغبار عن خططها العسكرية السابقة التي وضعتها في 2015 لمنع دخول طهران النادي النووي لتعطي الأولوية شبه المطلقة للسلاح الجو هذا العام بميزانية $1.7 مليار. غير أن الجاهزية للتدمير لا للتخريب المحدود تتطلب أكثر من ذلك بكثير. لماذا؟ لحظة أخذ القرار الإسرائيلي الأحادي، فنحن نتحدث عن سلسلة ضربات ممتدة ولأيام، ونتحدث أيضا عن مسافة 1700 كيلومتر. أهم ما يجب أن يتوفر لدى تل أبيب هو التزود بالوقود جوا، أي طائرة KC-46 الأمريكية، وهي لن تحصل عليها رغم سعيها لتقديم موعد الاستلام من واشنطن قبل 2025. صدفة أيضا؟ ربما. من هنا يمكن فهم أبعاد التوتر الأمريكي الإسرائيلي الذي يؤكده الطرفان. توتر في وقت تعيشه تل أبيب وبشكل غير مسبوق صراعات وانقسامات على أعتاب انتخابات 5 الأول من نوفمبر المقبل، نوفمبر الحاسم أيضا بالنسبة لإدارة بايدن. ينضم إلينا من الناصرة المحلل السياسي نظير مجلي، أهلا بك. يعني إن كانت تل أبيب حصلت على ضمانات من واشنطن، فلماذا التهديد مستمر بأن الاتفاق لن يلزمها؟ مساء الخير لك والإخوة المشاهدين والمشاهدات. في الواقع لم تحصل على كل الضمانات التي تطلبها، ولم تحصل على كل ما تطلبه في هذا الشأن. الولايات المتحدة لديها حسابات عديدة في هذا الموضوع، من ضمن هذه الحسابات أن يعود نتنياهو إلى الحكم، وعندئذ ستفلت الأمور الإسرائيلية من أيدي الولايات المتحدة، خصوصا إذا كانت بقيت هناك إدارة ديمقراطية. ولكن فيما يتعلق في الموضوع الإيراني عينيا، إسرائيل تلعب دورا يعني ذا عدة أذرع في هذا المجال. أولا لديها قرار بأن تحارب حتى نهاية هذا الاتفاق، حتى يكون اتفاق أفضل من سيء ولكن أفضل مما هو متوقع، لأن الضغوط الإسرائيلية الحالية تفيد جدا، يعني تتحول إلى صوت بأيدي الولايات المتحدة في المفاوضات، وهذا بالغ الأهمية.
صحيح أن إسرائيل زادتها قليلاً عندما بدأت تتهم الولايات المتحدة بأنها خدعتها وخدرتها، وعلى هذا بايدن رفض أن يتكلم مع لبيد، يعني يوجد غضب حقيقي، ولكن هنالك مصالح استراتيجية للطرفين، هنالك شراكة في سنتروم القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. نعم سيد مجلي، نعم هذه المصالح الاستراتيجية، ولكن يبدو أن يعني تل أبيب لم تنجح في جذب واشنطن إلى صفها في موضوع الاتفاق النووي أو الشروط التأثير عليها، فهل تبقي إسرائيل على سياسة الألف جرح وهي سياسة التخريب، ضرب منشآت، هجمات سبرانية مجهولة مثلا، اغتيالات، أم أنها ستقدم على جرح كبير؟ يعني التقارير الأخيرة تشير إلى اختراق مقاتلاتها F-35 الأجواء الإيرانية خلال الشهرين الماضيين في مناورات عسكرية. نعم، أولا الاستمرار في سياسة الألف جرح والبحث عن وسائل أخرى تكون موجعة أكثر لإيران، ولكن تكون مسنودة أيضا من الولايات المتحدة، والولايات المتحدة في حال التوقيع على الاتفاق النووي قد تكون هي نفسها مقيدة في التعاطي مع الإجراءات الإسرائيلية. وما تريده إسرائيل وما يفعله غانتس الآن في الولايات المتحدة هو الاتفاق على عدد من الخطوات ما بعد الاتفاق، يعني بالنسبة لإسرائيل أصبح مفروغا منها أن الاتفاق سيوقع، ولكن ماذا سيكون بعد الاتفاق؟ ما هي الخطوات التي تقوم بها إسرائيل وكيف تساندها الولايات المتحدة؟ وهل تساندها معنويا وإما تساندها ماديا؟ وهل تعرف بها الولايات المتحدة من قبل وتصادق عليها سلفا من الآن؟ أو سيكون عليها أن تحظى على مصادقة في كل عملية وعملية؟ إسرائيل تحاول أن تكون حرة أكثر في هذا الموضوع، وتوجد يعني يوجد أحد العوائق الأساسية فيه هو العائق السياسي المتعلق في إسرائيل وأي حكومة ستكون فيها في الانتخابات بعد الانتخابات. بعد الانتخابات، نعم. سيد النظير المجلي، ابقى معنا رجاء. أيا كان ما ستؤول إليه الأمور، فإن إسرائيل تنظر إليها بعين القلق، ذلك أن إفضائها إلى اتفاق سيعني إطلاق يد إيران في المنطقة، بينما تعثرها مجددا سيعني إما إنهاء المفاوضات وإما مواصلتها تحت السقف نفسه. مسؤول أمريكي حاول ربما طمأنة المخاوف الإسرائيلية وأيضا الداخلية وطرح الآتي: القيود الصارمة على إيران تعني أنه حتى لو تعثر الاتفاق مرة أخرى بعد توقيعه وسعة إيران للحصول على سلاح نووي سيستغرقها الأمر 6 أشهر. لم يتحدث المسؤول عن سنوات، فبمقارنة بسيطة استغرقت إيران 3 سنوات على الأقل للوصول إلى مستوى التخصيب الحالي. إذا كانت إيران من المفترض أن تعود إلى حدود الاتفاق السابق بتخلصها من أجهزة الطرد المركزي وفائض أيضا اليورانيوم المخصب والالتزام بنسبة 3.67% بدلا من 60%، فهذا يعيدنا مرة أخرى إلى إنذار رافائيل غروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران اكتسبت معرفة نووية لا يمكن عكسها، ما استغرقها 3 سنوات ستصل إليه لو بدأت من المربع الأول، مربع الاتفاق في غضون 6 أشهر. لكن لا أحد في إسرائيل سيقبل بهذا السيناريو، لا من في السلطة ولا من غادرها. يبدو أن الاتفاق تم التوصل إليه وانتهى، فهو اتفاق سيء جدا بالنسبة لإسرائيل ودول العالم كافة، لأن إيران سيكون لديها مسار معبدا بالذهب تجاه ترسانة نووية، فالتوصل إلى هذا الاتفاق خطأ كبير. وخلال عقد من الزمن إيران ستمتلك $1 تريليون لتمويل الإرهاب، وأريد أن أؤكد أن إسرائيل غير معنية بأي اتفاق مع طهران. إذن أعود إلى ضيفنا من الناصرة المحلل السياسي نظير المجلي، يعني هل هذا بالفعل ما تذهب إليه إسرائيل، اكتساب إيران المعرفة النووية، ولهذا تقول إن الاتفاق سيء وإن 6 أشهر هي ليست مثلا الضمانة الكافية لإسرائيل؟ في إسرائيل يقسمون الأمر إلى قسمين، القسم الأول المفترض هو إعداد التخصيب، التخصيب بحد ذاته يجب أن يصل إلى 90% حتى تكون صالحة لقنبلة نووية، وعندئذ هناك يوجد مسار آخر هو كيف يتحول إلى قنبلة عسكرية وكيف يتم ملائمته للصواريخ التي ستطلقه.
معروف أن يعني لا يكفي أن تكون لديك قنبلة، أنت بحاجة إلى صاروخ وتطوير هذا الصاروخ وملاءمته لهذه القنبلة. هذه عملية حسب الإسرائيليين تستغرق سنة إلى سنتين. حتى الآن كان الانطباع السائد هو أن إيران تعمل بالمسار الأول ولا تعمل شيئا في المسار الثاني. الآن توجد أصوات في إسرائيل وبينها صوت أحد الأشخاص الذي كان رئيسا للمفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة، وهو إنسان بالتأكيد يعرف ما يقول. هو يقول أنه لديه انطباع، ولم يكن معلومات ولكن انطباع، بأن إيران تسير في هذا المسار الثاني ولكن بشكل سري، هي لم تعلن أنها تذهب لاتجاه العسكرة. ولذلك هو يعتقد أن الحديث عن سنتين هي قد تكون مبالغ فيها، وأن إيران الآن لديها الخبرات النووية، وما تحتاجه هو ضربات عسكرية تقضي على هذه القدرات. لكن طبعا هذا رئيس سابق للمفاعل النووي وهو ليس صاحب سلطة اليوم، ولكن صوته مهم. ولذلك في إسرائيل يعني يقولون أن المسألة يجب أن تفحص في هذا المجال. إذا وقع اتفاق فستكون هذه فترة مهمة للمخابرات الإسرائيلية حتى تتبين الحقائق الكاملة حول هذا الموضوع وتعالجها. كيف تعالجها؟ طبعا بالضربات العسكرية التي يتحدثون عنها، إما تكون جزء من 1,000 جرح أو تكون جزء من عملية متواصلة لعدة أيام يجري فيها ضرب عيني لعدد من، ولكن بكل الأحوال سيد نظير ستحتاج إلى واشنطن في هكذا سيناريو. شكرا جزيلا لك، تابعنا من الناصرة المحلل السياسي نظير المجلي. لم يستجب الغرب لمناشدته قبل عام وأكثر، لكنه ما يزال يناشد، واليوم يملك أوراقا في يديه. مواجهات مع طالبان في 6 مقاطعات في الساعة بعد دقيقة. بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب، تنشط القطارات من برلين إلى حدود بولندا ومنها إلى قلب الوطن. يحمل كل قطار، بل كل عربة، قصة. يتملك الأم الخوف، لكنها لا تملك إلا طمأنة الإبنة على ما سيكون. البعض يعود بحثا عن مستقبل تركه ولا يمكن أن يعوضه في أرض غير أرضه، والبعض يعود بحثا عن ماض تركه ولا يملك فرصة لتعويضه من الأصل، والبعض يعود لأنه ذهب وحيدا أصلا ولم يعد يطيق البقاء بعيدا. والمشكلة الأساسية أمام كل هؤلاء اللا ضمانات. قد يجدون أنفسهم خلال 2 أسبوع أو 2 في طريق العودة، أقصد الهرب مرة أخرى. نقدر على تنفيذ العملية لكنها لا تفيدنا في شيء. الكلام هو للاستخبارات الأوكرانية حول عملية قتل داريا دوغين، ابنة المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوغين. تقول أوكرانيا إن لا أحد لديها يعرف دوغين ولا ابنته، ربما وربما لا. لكن النظرية التي تبنياها بالتأكيد معروفة، ففكرة دوغين الأب والابنة تذهب إلى روسيا الكبرى، تلك التي تبتلع أوكرانيا وما حولها لتعيد المجد المفقود لموسكو. Путин, спаси Донбасс! Путин, спаси русских людей! Путин, признай ДНР, ЛНР! Путин, введи войска! Там воюют не бандиты с ополченцами. Против нас воюет регулярная армия. ربما لأجل ما سمعناه الآن، من المنطقي أن تكون عائلة دوغين سواء الأب أو الإبنة هدفاً، لكن بالتأكيد المقصود ليس الأشخاص وإنما تصدير فكرة. في شهر الحرب السادس تبدو كييف وكأنها مقتنعة أكثر بهز ثقة المعسكر الروسي في جيشه واستخباراته قبل مواجهة جنوده ميدانياً على الأرض. بدأ هذا النهج مع عمليات تخريبية نوعية في القرم كشفت عن ذراع كييف طويلة وقادرة على الوصول لما بات عمقا روسيا، وفي الوقت ذاته عز الاستخبارات الروسية. أتت
حادثة اغتيال دوغينا سواء هي المقصودة أو والدها لتزيد الضغط على الجرح. العملية في قلب موسكو والهدف هو واحد من أبواق الدعاية والحشد للحرب. وأيضا من بين الروايات العديدة المتداولة عن الجهة المنفذة التقطت الاستخبارات الروسية وريثت كي جي بي رواية أن الاستخبارات الأوكرانية هي المنفذة، وأعلنت التفاصيل كاملة لإبعاد شبهة التقصير. لكن اتهامات التقصير لاحقت هذه الأجهزة منذ أيام الحرب الأولى. يكفي أن نذكر ما حدث في معركة كييف وخطأ تقديرات الأجهزة وفشل عملائها هناك في توقع الصمود الأوكراني. وصلت الأمور الآن إلى شعور بنقص الثقة خاصة وسط النخبة الروسية المؤيدة للحرب. لذا جاء التهديد الروسي بالرد عبر استهداف مؤسسات صناعة القرار في كييف. وما المؤشر على جدية التهديد؟ دائما ما يبحث عنه في واشنطن، فهي دعت مواطنيها لمغادرة أوكرانيا فورا. فالضربة موجعة في الهدف وأيضا في التفاصيل. عبد الجواد الرشد. ابنة المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوغين داريا دوغينا كانت تعيش حياة طبيعية هنا ولم تعلم أنها قيد المراقبة من الأوكرانية ناتاليا فيفك التي تسللت خصيصا في 23 من يوليو الماضي تحت ستار اللجوء لاستهداف عائلة دوغين. فيفك حسب الرواية الروسية كانت تعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية. استأجرت مرآبا بجواز سفر مزور وكذلك شقة ب75,000 روبل لتكون جارة داريا، وراحت تتبع خطوات الأخيرة التي تدعم بشراسة العملية العسكرية الروسية. عند أول فرصة خرجت بها داريا بعيدا عن كاميرات المراقبة نحو ضواحي موسكو في 20 من الشهر الجاري لحضور مهرجان مع والدها، تمكنت ناتاليا من زرع عبوة ناسفة بوزن 400 جرام من مادة TNT تحت مقعد سيارتها. حتى الآن لم تتضح خيوط المؤامرة نهائياً حول هوية المستهدف، هل كانت داريا أم والدها؟ لكن العملية التي جاءت ناتاليا من أجلها تمت، ولاذت هي بالفرار نحو إستونيا. والسؤال المحير لدى كثيرين، كيف تمكنت الجانية من الإفلات من الرقابة والأطواق الأمنية؟ ومن زودها بالعبوة الناسفة؟ سؤال مهم جدا، وبغض النظر عما إذا كان حقا عقل بوتين أم لا، لا شك أن أفكار دوغين مهدت الطريق لخطوات بوتين أو على الأقل تقاطعت معها، مستفيدا من قربه المفترض من الرئيس وإجادته لعدة لغات. بنى دوغين لنفسه دورا دوليا في الصين، إيران وفي تركيا، نصب نفسه متحدثا ومنسقا لمعارضي الهيمنة الأمريكية، وامتد دوره وتوسع إلى قلب أوروبا. جمعته المصلحة المشتركة مع أنصار اليمين المتطرف تحت شعار واحد: القومية ضد العولمة. لذا لم يكن غريبا أن يكون صديقا لعدد من الأحزاب اليمينية المتشددة مثل حزب الحرية النمساوية والرابطة الإيطالية والتجمع الوطني الفرنسي الذي ظهرت ابنته مع حفيدة مؤسسه جان ماري لوبان. حتى في بلاد الغريم العم سام التي يعتقد دوغين أن موت امبراطوريتها حتمي، وجد من يشبه الحليف. كان يرى في فوز ترامب بانتخابات 2016 انتصارا على توجه العولمة الذي مثلته هيلاري كلينتون. Is the voice of the real right wing in America, which in effect doesn't care about foreign policy and American hegemony. So go ahead, Mr. Trump. In Trump we trust. Is an exception, a normal American among the elitist circus. وأين يفترض بدوغين أن يغرس كل هذا في عقول الشباب بالطبع؟ ولذا بعد ثورة أوكرانيا البرتقالية أنشأ اتحاد الشباب الأوروبي الآسيوي، والدرس الأهم معروف: الترويج للروح الوطنية المنافسة للغرب. من هنا جاءت اتهامات الغرب له بإرسال عشرات الشباب للقتال في دونباس. وكيف تضمن روسيا سيطرتها على العالم في فكر دوغين حين يعاد تقسيمه في أشهر
كتبه أسس الجغرافيا السياسية يتوقع تقسيما تدريجيا لأوروبا بين مناطق نفوذ روسية وألمانية، وهذه هي أوراسيا الحلم. جميع مناطق الجمهوريات السوفيتية السابقة وأراضي الإمبراطورية الروسية السابقة، أجزاء من أراضي إيران وأفغانستان، بالإضافة إلى الصين التي وللمفارقة يرى الرجل في قيام أوراسيا أنه سيتطلب تفكيك أراضيها. لن تزدهر أوراسيا في وجود بريطانيا والولايات المتحدة، لذا لا بد أن تتفككا، والخطة سهلة في أمريكا عبر إثارة الانقسامات العرقية والسياسية. أما تفكيك بريطانيا فيتطلب بحسب دوغين نبش جراح الماضي وتضخيم خلافات الحاضر بين لندن وباقي الدول الأوروبية، وأيضا تعزيز انفصال اسكتلندا وويلز وإيرلندا. بالنسبة لأوروبا الغربية فستقع تحت سيطرة تحالف ألماني فرنسي، لكنها ستخضع في النهاية لسيطرة موسكو. هذه رؤية دوغين، ولأجل تحقيق هذا الهدف يجب الاعتماد على إغراءات الموارد الطبيعية كالنفط والغذاء والقمح، وهو ما سيساهم في تفكك الناتو. قد يكون كتاب دوغين خيالات، لكن الجزء الأخير منه واضح بالفعل في أوروبا التي تنتظر شتاء مجهولا مع نقص الغاز الروسي. بقيت معلومة، صدر الكتاب قبل عقدين، ويبدو أن بوتين حفظه عن ظهر قلب. А в нашем представлении, представлении русского человека, все-таки другие задачи. Это что-то такое за горизонт уходящее, что-то такое душевное. Но освоение американского континента началось с крупномасштабной этнической чистки, которая не имела себе равных в истории человечества. Ведь европейцы когда-то приехали, они этим и занимались, надо прямо об этом сказать. إذن ما حدث لابنة دوغين هي بداية حرب اغتيالات. فقبل 3 أسابيع قتل فيتالي غورا نائب رئيس منطقة كاخوفكا في خرسون، ونقل فلاديمير سالدو الحاكم الساكن لمنطقة خرسون التي سيطرت عليها روسيا في أول الحرب إلى قسم السموم في معهد موسكو في غيبوبة طبية. وخلال الفترة ذاتها اتهم جهاز الأمن الأوكراني موسكو بتدبير محاولة اغتيال فاشلة ضد كل من وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ورئيس استخبارات الدفاع كيريلو بودانوف. ذلك قبل أن ينجو نائب رئيس إدارة السياسة الداخلية بالإدارة الإقليمية الموالية لموسكو في خرسون من انفجار سيارة مفخخة. وقبل يومين قال عضو في الإدارة الإقليمية الموالية لموسكو إن إيفان سوشكو، وهو المسؤول الموالي لموسكو في زاباروجيا، قتل في هجوم بسيارة مفخخة. إذن معنا من موسكو المحلل السياسي ديمتري بريجي، أهلا بك. ما حدود هذا الرد القاسي الذي تتحدث عنه موسكو ووصفه لافروف بالخالي من الرحمة؟ هل تستهدف رؤوس الحكم في أوكرانيا في كييف؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أعتقد من الواضح بأن الآن الأزمة بدت أزمة أكبر من يعني الصراع الروسي الأوكراني. واضح بأن الآن روسيا بعد دعم الغربي وبعد دعم الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا بالسلاح، بدت ترى بأن يعني هناك مزيد من التهديد من طرف أوكرانيا للأمن القومي الروسي. وأعتقد بأن الآن واضح من التصريحات الرسمية الروسية بأن روسيا بعد يعني الاغتيال الذي حدث لابنة دوغين، وأيضا بعد استهداف لشبه جزيرة القرم يعني والقواعد العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم، بأنها سوف ترد بطريقة حاسمة على مناطق أو يعني مناطق أو قواعد العسكرية الأوكرانية وأيضا مراكز القرار السياسي والعسكري في أوكرانيا. ويعني هذا كان رأيناه منذ أشهر عندما كانت وحذرت روسيا تكرارا ومرارا الدول الغربية بعدم دعم أوكرانيا بالسلاح وعدم استهداف أوكرانيا المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية ومقاطعة دونباس. ولكن حتى الآن من الواضح بأن الطرف الأوكراني يستهدف هذه المناطق، وحتى الآن لا نرى أي حل سلمي أو أي مفاوضات تعطي نتيجة لوقف إطلاق النار.
نعم، وأيضا الأعمال التي تصفها موسكو بالتخريبية وصلت إلى العمق الروسي أيضا من ناحية الحدود مع خاركيف، لكن الانجراف وراء هكذا مواجهة، هل هذا يفتح باب حرب اغتيالات في روسيا وأيضا في أوكرانيا؟ هذا بالتأكيد آخر ما تريده موسكو في الوقت الحالي، ولا ننسى المساعدة الاستخباراتية والدعم الاستخباراتي من لندن وأمريكا سيمنح أوكرانيا بالتأكيد نقطة قوة في هذا المجال. دعيني أقول بأن يعني روسيا تتهم أيضا الطرف الأوكراني باغتيالات داخل الأراضي الأوكرانية لشخصيات سياسية كانت تدعم يعني روسيا وكانت يعني تدعم التدخل الروسي في أوكرانيا، وأيضا الآن نرى بأن روسيا تتهم أيضا أوكرانيا الآن باغتيال ابنة ألكسندر دوغن الفلسفة الروسي على الأراضي الروسية، وروسيا قالت بأن هذا الاستهداف يعني جاء بدعم من المخابرات الأوكرانية. من الواضح بأن الآن سلسلة الاغتيالات يمكن أن تحدث كون يعني هناك حرب داخلية، هناك أيضا دعم استخباراتي للطرف الأوكراني والذي تستفيد منه أوكرانيا لمواصلة الهجوم على الأراضي الروسية وحتى يعني بعض المناطق الحدودية لروسيا وشبه جزيرة القرم، ولذلك أعتقد بأن الأشهر القادمة سوف نرى مزيدا من التصعيد من الطرفين، كون حتى الآن يعني هناك ادعاءات، يعني رأينا حتى أحد البرلمانيين الروس السابقين ليابانا ماروف الذي قال بأن هناك مجموعة تخريبية سماها بجيش الجمهوري في الداخل الروسي التي قد تستهدف يعني شخصيات سياسية مختلفة، ولذلك أعتقد بأن الآن يعني هذا التصعيد يمكن أن يسبب يعني مزيدا من التوتر في المنطقة وأيضا توتر داخلي روسي وانقسام داخلي في المجتمع الروسي. سيد ديمتري بريجي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من موسكو المحلل السياسي، شكرا. Они, видимо, в одном подъезде жили, и, видимо, она отслеживала как-то. Ну, я вообще-то не понимаю, как жить рядом и потом убить. Она к нам приходила на услуги, и она, мы просто всем коллективом в шоке, то, что с ней произошло. Она была очень добрым человеком, очень доброжелательным, очень искренним. بعد نحو شهرين نقف اليوم على نفس المحطة التي توقفت عندها المفاوضات بين ممثلي طالبان ومسؤولين أمريكيين. محاولات الإفراج عن أموال المركزي الأفغاني المجمدة في واشنطن تجمدت هي الأخرى، ومصير 7 مليارات دولار لا يزال مجهولا، والوضع لا يتحمل أن تطول المحادثات. كيف ينفع الأمن الذي تروج طالبان لفرضه إذا كان نصف الشعب معرضاً لخطر الجوع الحاد والشتاء أيضاً على الأبواب؟ لما التأخير إذن؟ النية الأمريكية لتحرير الأموال موجودة والخطة كذلك، لكن الثقة بما قد تفعله طالبان بالأموال معدومة. رغم ذلك تتجاوز واشنطن هذه الزلة وغيرها كإيواء الظواهر وتضع خطة لتحويل نصف المبلغ إلى صندوق ائتماني لإعادة الإعمار ومقره سويسرا، لكن المقترح يغضب طالبان، المدفوعات ستتجاوزها والأولوية ستكون لدفع متأخرات البنك الدولي وطباعة العملة والجوازات. شروط أخرى تقاومها الحركة، أن يعمل البنك المركزي بمنأى عن تدخلها وأن يوضع مراقبون مستقلون لمكافحة غسل الأموال، كل هذا لا يناسب قادة الكهوف المعتمة سابقاً. الأوراق المكشوفة والعمل وفقاً للأنظمة الدولية لعبة لا يجيدونها. والوقت يداهم الطالبان، قد يستفيق مناصرو الحركة من سبات شتوي بمعدة وجيوب فارغة ولا خيار عن الالتزام بما تمليه الولايات المتحدة، إلا إذا أرادت الحركة أن تجازف بسحب بساط السلطة من تحتها. هناك قوى فعلية غير نقص الموارد المالية تهدد عرش طالبان وسنتحدث عنها لاحقاً. إبرة إنعاش الاقتصاد الآن في المفاوضات، وواشنطن محرجة ومجبرة على الجلوس مع حركة حاضنة ومصدرة للإرهاب. دعونا نتخيل موقف مسؤولي البنك الدولي والخزانة الأمريكية وهم يفاوضون إرهابياً عالمياً مدرجاً على القائمة السوداء، ونتحدث هنا عن نور أحمد آغا، القائد العسكري والمالي سابقاً المسؤول عن توزيع الأموال وتحويلها إلى أفراد وكيانات خارجية. اليوم هو نفسه المسؤول الثاني في البنك المركزي،
نائب أول للمحافظ ومختص بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. تعيينه قبل أشهر أزعج واشنطن، فوجوده على قائمة العقوبات سيشوه سمعة المؤسسات المالية الكبرى. لكن آغا ليس الوحيد، كثيرون على نفس القائمة. يبقى السؤال الآن، ماذا لو لم تكن طالبان الخيار الوحيد؟ ماذا لو كان هناك من هو أجدر بإدارة البلاد من طالبان؟ هناك في الشمال توجد جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود ابن أحمد شاه مسعود، رمز المقاومة الأفغانية ومؤسسها. على خطأ به يرفض مسعود التسليم لطالبان، هو أدرى بأبناء جلدته، يعلم أنهم لن يتفاوضوا على توزيع السلطة وأن مستقبلاً كئيباً ينتظر البلاد تحت حكمهم. لذا يحشد عسكرياً في الداخل وأيضاً في الخارج، ينسق مع الجناح السياسي، ولحسن حظه كسب الآلاف من قوات الكوماندوز وضباط الجيش الذين دربهم الناتو طوال عقدين. زادت ثقة القائد، أمن خطوطا لوجستية لجنوده لضمان صمود قواته خلال الشتاء القاسي في جبال هندوكوش. وخريج ساند هيرست العسكرية يعلم أن خسارته شبه محسومة في حرب مفتوحة أمام تركة الناتو وواشنطن العسكرية بيد طالبان. نجح خلال أشهر بتوسيع عمليات الجبهة من مقاطعتين إلى 12 مقاطعة تقاتل بنشاط في 6 منها وإن أنكرت طالبان. أما الدليل فهو أن جبهة المقاومة أصبحت مصدر قلق لأمراء الحرب. نجاح هجماتها ضد مواقع طالبان في نانكرهار شرق البلاد هذا الربيع. لكن هل تصمد الجبهة طويلاً؟ بانتظار دعم طالبت به كثيراً ولم تحصل عليه. Unfortunately, when they have came into power, they could not accept any group or any side. But themselves, they operated a regime which is oppressive, which is completely against Islamic values and against Afghanistan national values. We surely always prefer the political talks and political settlements instead of any war, because the war has been always forced upon us. This is not something that we enjoy doing, but this is something that we have to do because we have no other option. لم يسمعوا القائد الشاب حينها ولا اليوم على ما يبدو، تماما كالجنود الأمريكيين الذين لم يسمعهم أحد في مطار كابل. يتذكر الجنود كيف شاهدوا مشتبها به يتجول وسط حشود المطار، وأنهم طلبوا بالإذن بالاشتباك، لكن طلبهم رفض بسبب وجود المدنيين. ساعات فصلت بين الرفض وبين تحول الانتحاري لقنبلة بشرية انفجرت لتترك أشلاء 170 أفغانياً و13 جندياً أمريكياً. نصيب الرقيب تايلر فارغس من الحادث كان 15 شظية معدنية و43 عملية جراحية وأطرافاً مبتورة. لكن آخرين لم يحالفهم الحظ، كانوا قبل أيام يحاولون إنقاذ رضيع وانتهوا صرعى بلا حراك أمام المطار. لم يتبقى منهم سوى صور تذكارية أو سوارات تحمل الأسماء والأرقام العسكرية. ما زال الناجون يتذكرون، كانت لديهم الفرصة للاشتباك مع المشتبه به. تقتلهم الفكرة كل يوم، كما تقتلهم صور الضحايا. بوابة سنار كانت جزءاً من أزمة سيول السودان، لكن ماذا لو فتحت بوابة ذلك الرابض على بعد مئات الأميال، ذلك الذي يخزن أضعاف سنار؟
في الساعة بعد دقيقة. تجتمع الظروف والعوامل لتنتج كارثة لا تعكس عواقبها، خاصة إذا ما حلت على السودان. عشرات الألاف شردتهم المياه، الكثير منها سيول جارفة سحبت معها كل ما يعيق مجراها، فابتلعت 200 قرية بساكنيها. والناجون المعزولون على جزر شكلتها المأساة أضحى منتهى أحلامهم خيمة وأرض جافة لدفن الضحايا. وفي رحلة البحث عن يابسة أسئلة كثيرة: لماذا لا نزال هنا؟ أليست هذه أمطار الخريف المعهودة والمتكررة؟ ألم تزرنا بقسوتها قبل عامين؟ وكيف سنواجه المزيد منها وخريفنا ينتهي في أكتوبر؟ يرد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا على جميعها بتوقعات مظلمة: لن تكونوا وحدكم، بل سيتضاعف عددكم 3 مرات. إذن العد الكارثي سيستمر في ظل غياب الحلول. نزار البغدام. خسائر وأضرار بالغة خلفتها موجة السيول والأمطار والفيضانات بالسودان هذا العام، أكثر من 85 قتيلاً حتى الآن، وحصيلة ماضية في الارتفاع وسط المنازل فاقت 50,000 منزل في أكثر من 8 ولايات سودانية. السلطات السودانية أعلنت 6 ولايات سودانية مناطق كوارث وأزمات. الكارثة خلفت واقعاً إنسانياً عنوانه آلاف الأسر السودانية التي أضحت بلا مأوى. دول عديدة على رأسها المملكة العربية السعودية تقدمت بمساعداتها إلى السودان في مسعى لتخفيف وطأة مأساة سيذكرها السودانيون طويلا. لكن ما الذي أوصل السودان إلى هذا الحال؟ ربما المشكلة في سدوده. 5 منها على نهر النيل تقف عاجزة أمام الفيضانات الكاسرة. أولها خزان جبل أولياء، سعته 3.5 مليار متر مكعب. خشم القربة لا تتجاوز سعته التخزينية 1.3 مليار متر مكعب. وأكبر السدود روسيرس بسعته البالغة 7 مليارات متر مكعب. وأيضا سد مروي بسعة 12 مليار متر مكعب. بالأساس لا تكفي لاستيعاب الكم الضخم لمياه الأمطار الموسمية. غير أن قصة السودان وتحديدا في الكارثة الحالية التي حلت في جانب منها يتحملها خزان سنار. أقدم السدود السودانية، غير أن المشكلة هذا العام لم تكن في قدمه أو في سعة تخزينه، بل بقرار خاطئ وقع هنا فتح الممرات المائية قبل الأوان وبشكل كامل ومفاجئ من قبل فريق غير مختص، حل محل آخر كان قد أعلن إضرابه عن العمل. إذا كانت هذه فاتورة قرار خاطئ في خزان سنار، فماذا عن القنبلة المائية الموقوتة على بعد 15 كيلومترا فقط من السودان؟ فبين المشترك والمتنازع عليه من النيل حياة يهددها سد ويبقيها. كمية المياه خلف السد إن حدث طوفان سيجرف مدنا سودانية إلى البحر المتوسط. خطر الانهيار قائم بالأساس بنسبة 50% منذ أن وضعت أديس أبابا حجر الأساس لسد النهضة في 2011، وذلك بسبب معامل الأمان المنخفض في السد والمقلقة لواشنطن والبنك الدولي منذ ذلك الحين، حتى أن اللجنة الدولية أثناء معاينتها وصفت وضعه بالمرعب والمخيف. والأسباب عدة: طبيعة المنطقة التي تحتوي على فوالق أرضية غير مناسبة بالطبع لبناء السدود، موقعه في منطقة جبلية في بني شنغول، واحتمالية انحدار صخور قابلة للتفتت مع الطبيعة المطرية المسببة للسيول.
هذا السيناريو الافتراضي بالطبع إن وقع ستبدو موجات تسونامي مجرد ألعاب مائية، سيسبب الانهيار مشاهدينا سيل موجة ضخمة بعرض 150 كيلومترا وارتفاع 25 مترا تجرف مدنا بأكملها في السودان. سيناريو ضحاياه لن يكون بالألاف بل بالملايين، 20 مليونا في السودان إضافة إلى ملايين آخرين في مصر ستصلهم الموجة بعد أيام. فهنا الحديث المخيف بل المرعب هو عن 74 مليار متر مكعب من المياه. لكن السؤال المهم، ما حاجة إثيوبيا لستة آلاف ميجاوات من الكهرباء يولدها السد في وقت لا يكاد يبلغ استهلاكها وجاراتها مجتمعة 800 ميجاوات؟ على كل هو حلم إثيوبي في طريقه إلى التحقيق، لكنه قد يتحقق على جسد الجار السودان. كانت هذه موضوعاتنا للجمعة، وتتابعنا مشاهدينا السبت. اللعبة في العراق ودعت خطوط العودة، وآسيا صارت اثنتين، الأولى عاصمتها بكين والثانية واشنطن. في نهاية الساعة أبرز أحداث الساعة بصور من الآن وحتى الساعة المقبلة. أنا حنين الشولي وهذه الساعة 60.